شوت. ها مش هتكسبني. يلا حاول. استنى استنى. حاسب حاسب وجول 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 يا فاطين يا جامد. طيب خلاص انا موافق اجر لكم الشقه اللي فوق، وابقوا هاتوا البطايق الشخصيه اللي نسيتوها على راحتكم. مالك يا فاطين؟ مش عارف، بس فاكر لما الضابط نبيل زارنا في المدرسه عشان يقول لنا الارشادات، قال لنا انه ما ينفعش حد غريب يسكن عندنا. انا بيتهيألي لازم اقول لبابا. انت عامل فيها ضابط يا فاطين، ما تقلقش مش هيطلعوا الناس الوحشين اللي بيقتلوا الناس. باي باي، اشوفك بكره يا فاطين. برضو لازم اقول لبابا. بابا، الضابط نبيل قال لنا ما ينفعش نصاحب او نسكن حد ما نعرفوش او مش عاوز يعرفنا هو مين ولا بيشتغل ايه. ما تقلقش يا حبيبي، انا مبسوط انك بتسمع للنصايح الاكبر منك. خش نام انت وما تقلقش. تصبح على خير يا حبيبي. ايه الاصوات دي؟ اما اقوم اشوف في ايه. ده ايه الصناديق دي؟ يا نهار ابيض، هتشيل بسرعه كده، الناس هتشوفنا. يا عم ما الصندوق هو اللي طويل، اقصد ايوه شيل شيل. انا خايف من الناس دي يا بلبل. وانت ايه اللي مخوفك منهم؟ بقول لك كانوا شايلين صناديق غريبه بالليل، فهمني. انا ما شفتهمش شايلين حاجه. بص، شايف بيتسحبوا ازاي؟ هو انا هنطلع فوق ولا هنفضل هنا؟ ولا طب ما نوديهم يا عم على المكان التاني. عمقنا اطلع على السلم قدامي، بس الناس هنا واخدين منهم المكان عشان محدش ياخد باله من حاجه. شايف الصناديق الغريبه؟ ملناش دعوه بيهم بقى يا فطين. ما تخافش يا بلبل، ما تخافش، احنا هنروح لعمو نبيل ونحكي له وهو يقول لنا نعمل ايه. خير يا ولاد، مالكم؟ في ايه؟ عمو نبيل، في ناس غريبه سجنت عندنا ومش عارفين حاجه عنها. وفاطين كمان شافهم بيدخلوا ويخرجوا حاجات ومش عارفين اذا كانوا وحشين ولا حلوين. انتوا ممكن تشكوا في انهم وحشين، لكن مش هتتاكدوا من ده. ده دورنا احنا. المهم انكم جيتم وبلغتم، انا مش عاوزكم تقولوا الكلام ده لاي حد. عجبك كده يا فالح؟ ادينا روحنا في الكلابوش وكله بسبب فاطين. وانا هنطلع فوق ولا هنفضل هنا؟ برافو عليكم يا ولاد انكم بلغتم لما شفتم ان في حاجه غلط. مش مهم تتاكدوا او لا، لان ده دور الشرطه. المهم ان الناس تبقى ايجابيه مش سلبيه، وتبلغ لما تحس ان في حاجه غلط. انا بجد فخور بيك يا فاطين. عمو نبيل عمو نبيل، احنا ساعدناك برضو انك تقبض على الاشرار. فين بقى المكافاه؟ ها فين الشوكولاته؟